المجتمع المصري بقى كان بيعاملك ازاي؟ يعني كنت مشهورة معروفة، النادي، الدولة. بصي حقيقة يعني طبعا جيهان السادات الله يرحمها عزمتنا كتير في بيت الجيزة. قابلت الرئيس أنور السادات، دي طبعا كانت يعني أجمل حاجة، إنه يقول لي شرفتي مصر يا عبد، يعني كانت حاجة جميلة. خدت طبعا وسام الجمهورية، قابلت رئيس الوزراء، يعني كان في، لانه رقم عالمي يعني، فاهمه؟ مش مجرد ان انت عديتي المنشو اول مصريه وخلاص يعني. فطبعا كان في جو كبير. بس ما احنا ما نقارنش زمان بدلوقتي. دلوقتي عندنا الفيسبوك وعندك تويتر وعندك، والاهتمام كمان بتاع الدوله دلوقتي بالرياضه رائع رائع بجد. يعني حتة انه بس الكورة، يعني دي كانت معقدانا ان الكورة بس هي اللي عليها السبوت لايت. لا، اهتمام بالرياضيين بصفة لو عامة بقى عندنا سباحات، يعني عندنا في سباحات كل وعايشة المجالات على فريدة فكرة، وغيرهم، في سباحات كتير جدا. موجودين، لكن هل تفتكري ان البنات بيحبوا السباحة دلوقتي؟ ولا انتوا في وقتكم بصراحة المجتمع كان منفتح اكتر، وكان فكرة السباحة للبنت برغم انها كانت جديدة لكن كان مجتمع مفتوح اكتر؟ جدا. بصي، اما كان واحد بيلبس مايو، انا معتبراه ده حاجه طبيعيه جدا. يعني انا رايحه، على فكره، حياه الرياضي او السباح انا كنت عايشه زي الجيش. يعني من سن ما ابتديت ان انا اعوم، انا ببقى التمرين الصبح 3 ساعات، ده في الصيف، وبعد الظهر ايام المدرسه من 5 الصبح اروح قبل المدرسه اتمرن. يعني حياه قاسيه جدا جدا. فاللبس كان عادي جدا، لابسه مايو، انا مش لابسه حاجه غريبه.